بسم الله الرحمن الرحيم، معكم دكتور ماجد عاشور من جامعة البصرة كلية الهندسة قسم الهندسة المدنية في هذه المحاضرة السابعة لمادة تصاميم الخرسانة المسلحة للمرحلة السادسة العام الدراسي 2019-2020. محاضرتنا اليوم هي Flectural Design of T-Section، يعني تصميم الانحناء لمقاطع الجسور اللي تكون على شكل حرف T. المحاضرة السابقة أخذنا نفس هذه المقاطع، مقطع T أو مقطع L طبعا، ونفس الفلسفة ونفس المعادلات، ولكن كانت المحاضرة هي Analysis. شنو Analysis؟ معناها أنه المواصفات كلها معلومة، من أبعاد ومن حديد، والمطلوب يكون هو شنو؟ هو العزم اللي يتحمله المقطع. أما اليوم فلأنه هو ديزاين، فمعناها أنه أنا عندي الأحمال أو عندي العزم المسلط على المقطع، ولكن عندي فد نقص بمعلومات المقطع، أما بالأبعاد أو الحديد التسليح ما معلوم شقد. فإذا نبدي بالمحاضرة. هذه السلايد هي نفس السلايد بالمحاضرة السابقة، فقط للتذكير بأنه هذا هو T section وهذا هو ال L section، وال BF الكود عنده محددات إنه شلون نحسبها، لأنه ما واضحة. أنت من تشوف T section ما واضحة شقد ال BF، فشلون تحسبها حسب الكود، تعتمد أما على ال HF أو على طول الفضاء الصافي أو طول الفضاء الآخر أيضا الصافي العمودي على فضاء الجسر اللي احنا جاي نحكي عنه، والدخلة في هذه المعادلات وتطلع العرض الفعال للفلنجة مال التي سكشن او الفلنجة مال الال سكشن، وهذه المعادلات مثل ما قلنا اخذناها بالمحاضرة السابقة. الان هنا فد ملاحظة اريد يعني اذكر بها، انه احنا بسبب انه هاي الفلنجة اذا كانت معرضة الى كومبرشن فهي بالحقيقة مساحتها عادة تكون كلش كبيرة، فمساحتها كلش كبيرة راح يقابلها ايضا حديد مساحتها ايضا كبيرة، فما راح نقدر نعتمد على هذه المساحات ونطلع العمق مال الجسر، او بالاحرى واحنا طبعا نقدر نطلع العمق، ولكن القصد انه العمق النهائي مال هذا الجسر ما راح يعتمد على هذا المقطع، لانه جاي يشوفون مساحة كبيرة، ومساحة كبيرة يعني قوة كلش كبيرة، فراح على مود احقق العزم راح يكون الذراع بين هذه القوة وهذه القوة راح يكون صغير، يعني القوة كبيرة فالذراع يكون صغير، بمعنى انه راح احتاج دي او اتش صغير، بينما احنا بالجسر هو مو بس هذا المقطع هو اللي راح يحدد عمق الجسر. مثل ما عرفنا انه طبعا هذا الحكي يصير بالميدسبان، التي سكشن يقوم يشتغل وين؟ بالميدسبان. مثلا بالاطراف ما راح يشتغل سي سكشن، فاذا ما اشتغل تي سكشن راح يشتغل مستطيل، وممكن انه هذا المستطيل هو اللي يحدد لي عمق الجسر، يعني يعطيني عمق اكبر من العمق اللي احتاجه بالتي سكشن. كذلك عندي الشير ايضا، الشير ممكن هو اللي يحدد لي العمق مال المقطع. هذه كانت مجرد ملاحظه انه عمق الجسر النهائي ربما مو تي سكشن هو اللي يحدده، احنا هسه موضوعنا هو تصميم، ولكن نذكر هذه الملاحظه انه العمق النهائي مال الجسر مو شرط ان يحدد لنا اياه التي سكشن اللي في المنتصف، ممكن يحدده الشير يعني يحتاج عمق اكبر، أو كذلك نفس المقطع ولكن في الأطراف عندما يكون معرض إلى عزم سالب ويشتغل مستطيل، إذا مثل هذا طبعا نهاية الحالة، إذا اشتغل مستطيل ربما احتاج عمق أكبر. الآن نرجع إلى موضوعنا، شلون نصمم المقاطع اللي على شكل حرف T. طبعا عندنا احنا مثل ما ذكرنا أيضا بالمحاضرة السابقة عندنا two cases. الكيس الأولى إذا السكشن is subjected to negative bending moment، مثل ما قلنا في الأطراف قريب من السبورت يكون معرض إلى negative moment، إذا كان معرض إلى negative moment معناها راح يصير عندي بالفلنجة الإجهاد يكون من نوع الشد، إذا تسقط هذه الفلنجة بعد ما تشتغل الكونكريت اللي بيها كله ما يشتغل، وبالتالي راح الكونكريت اللي يشتغل هو بالويب،
إذن راح يكون هذا مقطع مستطيل. يعني for this case the flange is subjected to tension and will be not effective أصلاً in resisting the bending moment. So the section would be a rectangular section والعرض مالته راح يكون هو نفسه ال BW. ونبدي نصمم مثل ما تعلمنا في موضوع ال rectangular شلون نصممه. صحيح هو الموضوع لا زال تصميم ولكن نصممه على أنه شنو؟ على أنه مقطع مستطيل. هذا الاحتمال الأول. يعني احتمال يجيني سؤال وأباوع عن السؤال أشوفه تي سكشن وكذا، لكن يجب أن أنتبه أنه ترى الفلنج هل هي موجودة في منطقة الكومبرشن حتى أبدي أشتغل على تي سكشن، لو أصلا من البداية أنه الفلنج أصلا واقعة في منطقة التنشن وبالتالي هو أصلا مو تي سكشن هو ريكتانجولار سكشن، فأصممه على أنه هو ريكتانجولار سكشن. نجي للحالة الثانية أنه أوكي الفلنج واقعة في الكومبرشن يعني عليها كومبرشن، ومع ذلك هنا أيضا راح تكون عندي احتماليتين. الاحتمال الأول طبعا وهذا يحصل بالمدسبان، أيضا عندي قلنا احتمالين. الاحتمال الأول the dimensions of the sections are known. طبعا هنا راح أحكي عن موضوع شوية مختلف، هنا راح أحكي عن موضوع شوية مختلف، مو مسألة أنه هل هو راح يصير مستطيل أو راح يصير true T section، لا الموضوع هنا يختلف. الموضوع يتحدث عن انه اوكي هو تصميم وانا بالمنتصف اوكي، لكن قد اتعرض الى نوعين من الاسئلة. النوع الاول انه الابعاد كلها معلومة، يعني الـ H الـ BW الـ BF الـ HF كلها معلومة، حتى الـ D ايضا، الـ D ايضا معلوم، لان انا اذا عندي الـ H اقدر اعتبر نفسي عندي الـ D، مجرد انه اعرف انا عندي 1 layer of reinforcement or 2 layers، اذا الدي صارت معلومه. لا لكن في هذا الصنف عندي مجهول واحد هو الاي اس، يعني انا عندي ديزاين صحيح والديزاين المجهول الوحيد به هو الاي اس، شلون احسب الاي اس؟ طبعا هنا ما راح ندخل بالتفاصيل، راح ياخذنا الى الموضوع اللي قبل شوي حكيت عنه انه هل هو ريكتانجولار لو تروتي. لكن الفرع الاصلي اللي انا جاي احكي عنه، هل النوع السؤال، نوع السؤال هل انه الدايمنشنز كلها معلومه واحتاج فقط الاي اس، هذا صنف وراح نتعامل وياه. النوع الاخر من الاسئله انه اوكي تصميم وبي غير الاي اس، الاي اس مجهوله وبي ايضا الدي ايضا مجهوله، وهذا طبعا له علاقه خفيفه بمن بهذا الحديث اللي حكيت عنه بالبدايه، هذا الصنف الثاني. إذن هسه نريد نبدي شلون نصمم لأي واحد من هذه الاحتمالين. طبعا احنا راح نركز على الاحتمال الأول وبعدين راح نعرف ليش الاحتمال الثاني شوية يختلف. تقريبا أغلب موضوعنا راح يكون على الاحتمال الأول أنه عندي الـ AS فقط هي المجهولة. فإذن شلون أصمم؟ design for case A اللي هي انه الـ unknown هو only الـ AS، فقط الحديد هو المجهول، المساحة مال الحديد، معناه أن العزم طبعا معطى في السؤال عادة بالتصاميم، لا يجب أن يكون لو الأحمال موجودة عندي وطلع منها العزم، لو العزم أصلا هو منطيني إياه بشكل نهائي، فالمطلوب مني أحسب الـ AS. شلون أحسب الـ AS؟ أول شيء لازم أعرف الـ D، الـ D أما هو معطيني إياه بالسؤال أو إذا ما منطيني إياه بالسؤال لازم منطيني الـ H، مثل ما قلنا بالصنف الأول كل شيء معلوم ما عدا الـ AS. فطبعا أنا الـ D إذا منطيني الـ H أقدر أطلع الـ D، لازم أعرف هل هي 1 layer of reinforcement لو 2 layers. إذا 1 layer الـ D راح يساوي الـ H ناقص 65 ملم، وإذا 2 layers فالـ D راح يساوي الـ H ناقص 90. يعني بالمحصلة أنا الـ D يجب أن أعرفه. أوكي عرفت الـ D، عرفت الدي، الآن أروح لمن أسيوم الأي يساوي الاتش اف and calculate دي ام ان اف. هنا مثل ما تعلمنا بمن بالتحليل، تلاحظون أنا العزم النهائي عندي وأنا ما أدري بي، أوكي المقطع جاي أشوفه أمامي هو تي سكشن لكن ما متأكد هل هو يشتغل فعلا ترو تي سكشن لو أكو احتمال أنه يشتغل ريكتانجولار. فمثل قضية رغم انه انا الاي اس هنا ما موجود عندي، طبعا ما عندي حديد هنا
عندي العزم النهائي، لكن مع ذلك ايضا اقدر اعرفه، اقدر اعرفه هو يشتغل ريكتانجولار سكشن لو يشتغل ترو تي سكشن. شلون اعرفه؟ اوكي، اروح الى منطقه الكومبريشن، اعتبر انه الاي تساوي الاتش اف. شوف هنا الفرضيه اختلفت، هناك في التحليل كنا نطلع الاي ونشوفه اكبر من الاتش اف لو اصغر. هنا انا لان ما عندي حديد، عندي بس العزم منطيني اياه، ايش راح اسوي؟ انا راح اعتبر انه الاي يساوي اتش اف بالضبط، ومن عندها اطلع عزم. شوف يعني راح اطلع عزم بدون ما احتاج الاي اس، يعني اعتبر انه الاي يساوي الاتش اف بالضبط، واطلع العزم مال من الام ان اف. لاحظ الام ان اف يعني لا هو الاوفرهانج ولا هو المستطيل، لا، مثل ما اشتغلنا بالتحليل، الحالة الأولى كلش اللي بالبداية اللي بعدني ما أدري بالمقطع هل هو تي سكشن أو ريكتانجولر. فإذا الـ MNF بكل بساطة هي 0.85 في برايم سب سي، في الـ BF كلها، في الـ HF لاحظ، خلينا نقول هنا الـ HF كلها والـ BF كله، معناها هذا المستطيل اللي فوق، هذا المستطيل اللي هو الفلنجة كلها راح أشغلها، الفلنجة كلها راح أشغلها، أضربها في الذراع، الذراع أيضا راح يكون الدي ناقصا اتش اف على 2. إذا أنا هسه طلعت عزم، طلعت عزم اختباري، خلينا نسميه عزم، راح أختبر بيه السؤال مالتي. يعني إذا شغلت الفلنجة كلها احصل على عزم اكبر من العزم اللي منطيني اياه بالسؤال لو اصغر. يعني هذا الام ان اف طلعته اذا شغلت الفلنجه كلها، لا اقل منها بشويه ولا اكبر منها بشويه، يعني شغلت بالضبط الفلنجه كلها. اذا شغلتها كلها يعني اعتبرت الاي يساوي بالضبط اتش اف، راح يطلع عندي عزم، هذا هو العزم. اشوف اقارنه ويا العزم مال السؤال، طبعا عاده بالسؤال انا محصل الام يو، وانا شغلي كله بالام ان بالاسمي، فاذا الام يو لازم اقسمها على فاي حتى اطلع الام ان المسلط. اذا هذا الام ان اف اللي هو مال الفلنجه، هل هو اكبر او يساوي العزم المنطيني اياه بالسؤال؟ طبعا اذا كان اكبر، اذا حصلت على عزم اكبر من المنطيني اياه بالسؤال، معناه هذا المقطع ممكن ان يشتغل ريكتانجولر، ريكتانجولر سكشن، يعني الاجهاد ما راح يحتاج ينزل على الويب، فقط الفلنجه تكون كافيه لحل السؤال، وبالتالي راح يكون السؤال عبارة عن مستطيل. طبعا أنا إذا عرفت عبارة عن مستطيل، العرض مال أشقد هنا، العرض مال البي اف كلها، أعتقد عندي رسمة هنا، أي هاي هذه الرسمة، وكأنه راح أواجه هذا النوع من الأسئلة، أنه طلعت الإجهاد، ومن الإجهاد اللي يشتغل على الفلنجة كلها طلعت القوة طبعا، والقوة ضربتها في الذراع، طلع المهم عندي العزم. إذا هذا العزم يكفي وأكبر من العزم المسلط بالسؤال، إذا معناها أنا أقدر أشغله هذا شنو؟ ريكتانجولار سكشن. العرض ماله راح يكون بي اف، وأحله حل كامل تصميم على أنه ريكتانجولار سكشن، مثل ما تعلمنا بتصميم الريكتانجولار سكشن. هاي الكيس الأولى. الكيس الثانية، لا، طلع عندي العزم مال الفلنجة كلها أقل من العزم المعطى بالسؤال، العزم مال الأحمال، العزم المسلط. فإذا طلع أقل معناها شنو؟ معناها أحتاج الإجهاد، يحتاج ينزل شوية على الويب، يحتاج ينزل على الويب، مثل ما هنا يحتاج ينزل على الويب. إذا احتاج ينزل على الويب صرنا أمام هذا الشكل، معناها أنا شنو؟ أمام حالة ترو تي سكشن. لاحظ اذا طلع عندي العزم اللي حسبته منه ام ان اف طلع عندي اصغر من الام المسلط بالسؤال، اذا معناها انا امام حاله ترو تي سكشن. الان فور ذا كيس 1 قلنا نرجع للريكتانجولار سكشن ونحل السؤال مثل ما تعلمنا بالموضوع المستطيل. هذه خلصنا من عندها، نرجع على موضوع المستطيل ونصمم تصميم كامل ونطلع الاي اس الضروريه. اذا طلع عندي ترو تي سكشن وانا مسالتي مساله ديزاين، شو اسوي؟ تقريبا هنا الموضوع يشبه مساله الاناليسيس، اطلع الام، يعني هم راح اقسم العزم اللي مطلوب مني الى عزمين، ام ان 1 والام ان مال الاوفر هانج
الام ان مال الاوفر هانج دائما ما بي اي مشكله، دائما خالي من المشاكل، اقدر احسبه من البدايه. فاذا خل احسبه من البدايه، الام ان مال الاوفر هانج يساوي 0.85 اف برايم سب سي في الاتش اف اوكي في البي اف ناقصا بي دبليو. لاحظ هذا الجزء المظلل راح اعتبره اوفر هانج، فاذا ال 0.85 اف برايم سب سي في هاي المساحه، هاي المساحه المظلله شنو عباره؟ عباره عن اتش اف في العرض بس مو الكامل، لا عرض هاي الاوفر هانج زائد عرض هاي الاوفر هانج، او اقدر اقولها بطريقه اخرى البي اف كله ناقصا البي دبليو. فاذا قدرت اعرف العزم مال الاوفر هانج. الذراع، الذراع هو نفسه دي ناقص اتش اف على 2. فاذا طلعت الام، زين انا بالسؤال منطيني ام يو وانا طلعت جزء من عنده اللي هو الام مال الاوفر هانج. اقدر اذا اطرح، اقدر اطرح العزم هذا اللي حصلته القليل الجزء، اطرحه من العزم اللي منطيني اياه بالسؤال، راح يبقى عندي عزم. هذا العزم لازم بمن اقاومه؟ اقاومه بالمستقيم. لاحظ هنا أنا شوية المسألة تقريبا شوية اختلفت عن الاناليسس، هناك كان الحكي عن الاي اس، هنا الحكي جاي يصير عن الام ان. فاذا اطلع الام ان مال الاوفر هانج، عندي الام الكلي اطرحه من الام ان مال الاوفر هانج، راح يطلع عندي الام المطلوب من المستقيم. اما الاي اس هنا ليش حسبتها؟ طبعا انا من طلعت الام ان مال الاوفر هانج راح اطلع ايضا بطريقي، راح اطلع الاي اس مال الاوفر هانج، وهسه نعرف ليش طلعته اصلا. انا موضوعي موضوع شنو؟ تصميم، موضوع تصميم. فاذا هم راح احتاج اطلع، او بالاحرى هو هذا المطلوب الاي اس. فاذا الاي اس الاولى او الاي اس مال الاوفر هانج راح اطلعها من التوازن مثل ما تعلمنا 0.85 برايم سب سي في الاتش اف في قلنا بي اف ناقص بي دبليو، اقسمه على الاف واي راح يطلع عندي الاي اس الاولى، او عاده طبعا احنا نسميها هاي الاي اس الثانيه لان الحاله الاولى هي هاي مال المستقيم. طبعا هاي ذكرنا حتى بالموضوع الدبل رينفورس، تذكرون الدبل رينفورس ايضا كنا نقسمه الى حالتين، حاله الحديد الفوق يقابل جزء من الحديد اللي بالاسفل، وكنا نسميها اي اس 2 والام ان 2، بينما الام ان 1 كنا دائما هو حاله المستطيل المنفرد التسليح. فهنا نفس الشيء، هنا عندنا شغله الاوفر هانج راح نعتبرها الام ان 2 والاي اس اللي بيها هو اي اس 2، لكن هنا سميناها ام ان اوفر هانج عفوا واي اس اوفر هانج. المهم طلعنا الاي اس اوفر هانج من معادله التوازن. الآن على مود ننتقل للمستطيل، شو راح نسوي؟ راح نقول الام ان اللي احتاجه بالمستطيل هو يساوي الام ان المسلط بالسؤال، المسلط بمنطوق السؤال اللي جاي من الاحمال اللي هو الام يو على الباي ناقص اللي قدرت اوفره لحد الآن. انا اللي وفرته لحد الآن وفرت عزم من ناتج عن الاوفر هانج. طبعا لكن هذا العزم ندري فيه مو كافي لحل السؤال، لان احنا من البدايه اصلا عرفنا انه هذا ترو تي سكشن ويحتاج لاجهاد كبير، يعني هذا الاجهاد ما كافي ان يوفر العزم، لكن هذا وفر لي جزء من العزم. فاذا اطرح العزم الكلي ناقص هذا الاوفر هانج راح يبقى لي عزم. هذا العزم شلون اوفره؟ اوفره عن طريق المستطيل، يعني لازم اخلي هنا فد اي اس جديده اي اس 1 وهذا عندي البلوك وتسوي لي عزم، هذا العزم هو اللي يكمل العزم المطلوب. اذا طلعت الام ان 1 المطلوب اللي هو العزم الكلي المطلوب بالسؤال ناقصا الام اللي وفرته لحد الان، فراح يطلع عندي عزم معين. هذا العزم المعين اذا طلعته بعدها انتهى موضوعي، لانه صار عندي سؤال جديد، عندي مستطيل، مستطيل هذا المستطيل العرض ماله بي دبليو والعمق ماله اتش والافكتيف ديبث مالته دي، وعندي عزم واعتبرك وكانه سؤال جديد منطيني العزم ويريد مني الاي اس، شلون احسبه؟ اوكي انا الطريقه اللي تتذكرون احنا قلنا من نوصل للديزاين نشتغل على الرو اسهل، هاي كلش بالمحاضرات الاولى حكيناها انه من اروح للديزاين
هاي المعادلات اللي بيها الرو والار ان والام تكون اسهل بالديزاين. فاذا عندي الال ان اطلع منها الار ان، طبعا الهدف انه اشتغل على هاي المعادله على مود اطلع الرو. هاي المعادله بها ار ان وبها ام، فاذا الار ان 1 يساوي الام ان 1 على البي دبليو دي سكوير. هذا قانون الار ان اعرفه، لكن شنو خليت الار هي ار ان 1 وخليت الام هي ام ان 1. يعني قلت لك جاي احل سؤال جديد مستطيل، طلعت الار ان 1. الام طبعا عندي لان مواصفات ماتيريال ايام يسموها المودلر، انه مواصفات ماتيريال هذه الام. فاذا اروح مباشره بالمقاطع المستطيله منفرده التسليح بالديزاين، اروح راسا الى قانون الرو اللي هو طبعا تدرون بيه جاي من الدستور وحكينا هذا الموضوع. فاذا الرو 1 راح يساوي 1 على ام، افتح قوس 1 ناقص، افتح جذر 1 ناقص 2 ام ار ان على اف 1. هذا القانون كلش مفيد بحاله السنجل رينفورس سكشن، لان راسا يطلع لي الرو بالاعتماد على العزم، لان العزم راح اترجمه الى ار. لاحظ؟ اذا طلعت الرو، طبعا اذا طلعت الرو معناها طلع الحديد، هو الرو هي نسبة الحديد، فمجرد احولها الى مساحة اضربها في البي دبليو في الدي. ليش بي دبليو في الدي؟ قلت انا عندي سؤال جديد عبارة عن مستطيل عرضه بي دبليو وعمقه دي. فاذا الرو هاي الرو 1 اضربها في البي دبليو في الدي طلع عندي الاي اس 1. زين انا قبل شوية مطلع الاي اس مال الاوفر هانج، تذكرون طلعنا الام مال الاوفر هانج وطلعنا الاي اس ايضا مال الاوفر هانج. فاذا اجمع الاي اس اللي جتني من الاوفر هانج هاي المساهمة، والمساهمة الثانية الاي اس 1 اللي حليت بها المستطيل اجمعهم، اذا طلعت الاي اس اللي المطلوبة كلها بالسؤال، لان يعني السؤال هو تصميم، ومثل ما قلنا كان المطلوب هو الاي اس، يعني المجهول الوحيد هو الاي اس وطلعت الاي اس. الان اشيك التشيكات مالتي، انه اذا اشيك التشيكات مالتي مثلا مال التنشن كنترول مثل ما قلنا بالمحاضرة السابقة مال الاناليسيس، انه الاوفر هانج ما يدخل بالموضوع التشيك، يدخل عندي فقط المستطيل، وانا اعرف شلون اشيك المستطيل، اما اشيك عن طريق السي او يعني الاي والسي، او اشيك عن طريق الرو، بما انه انا اصلا شغلي حسبت الرو، وبعد ما كنت داعي اروح احسب السي وهذه، انا اصلا الرو بها طريقه للتشيك وهي الرو ماكسيموم. الرو ماكسيموم تساوي 3 على 8 بيتا 1 على ام دي تي على الدي. فاذا الرو اللي طلعتها بس يا رو الرو 1 يعني فقط الجزء المستطيل يجب ان تكون اصغر او تساوي الرو ماكس حتى اكون بالتنشن كنترول. اذا اوكي تاكدت انه انا بالتنشن كنترول، فاذا اجمع المساهمات مال المستطيل والمساهمه مال الاوفر هانج اطلع بها العزم الكلي. هذا العزم الكلي يجب ان اضربه في فاي اللي هي لانه تنشن كنترول، فالفاي بوينت 9 حتى اوصل الى الكباسيتي النهائيه مال هذا المقطع. طبعا انا هذا معطى بالسؤال، وهاي الامور تحصيل حاصل انا مسويها، انا الهدف بالحقيقه انه اطلع الاي اس، لكن على مود اتاكد ممكن ان اجري هذين المعادلات الاثنين الاخيره، وممكن حتى ما اجريها. انا اصلا حسبت الاي اس وانا حسبت الاي اس اوفر هاند اصلا بالاعتماد على العزم اللي معطيني اياه بالسؤال، اذا اكيد راح يتوفر هذا العزم. الآن بقى عندي الاحتمال، خلينا نسميه الثالث، الاحتمال الثالث اللي هو قلنا انه مو بس الاي اس مجهول، الاي اس مجهول وكذلك الدي او الاتش. طبعا هذا ما راح هواي نشتغل عليه، هذا الاحتمال راح اذكره هنا ربما ما نقدر نطبق عليه بالامتحان. ليش؟ لان راح تشوفون بالطريقة مالته راح تشوفون انه تقريبا ما اقدر انا احددك انه تشتغل تي سكشن. شلون؟ هنا أنا عندي العزم اوكي منطيني اياه بالسؤال الكلي، وعندي الابعاد نص الابعاد موجوده، يعني البي دبليو موجود البي اف موجود، لكن الدي ما موجود، الدي ما موجود ولا اي اس ما موجود. صار عندي مجهولين كلش مهمات بالعزم، فحله راح يكون شويه مختلف. ايش راح اسوي؟ راح افترض الاي يساوي الاتش اف. ايش
شوف طبعا هاي نفس الفرضية مال المساعد، لكن هنا هدفها يختلف. هنا أنا مو على مود أعرفه هل هو تروتي لو هل هو بي، لا، هنا أنا هدف مقصود أنه راح أعتبر الأي هو الأتش أف، وراح أنا أجبره، راح أجبره أنه هو مقطع مستطيل. لاحظ، راح أجبر المقطع أن يكون مستطيل وأستغل الأتش أف كلها. ليش؟ لأن عندي هنا أنا مجهولين، فلازم أنا أفرض هذا الشيء. فإذا فرضت أنه راح أشغل الأتش أف كلها، فطلعت عندي هاي القوة، القوة مال الكومبريشن طلعت، اللي هي شنو؟ قوة مال الكومبريشن 0.85 اف برايم سب سي في الاتش اف في البي اف. من طلعت هاي القوة وانا عندي الاف واي، اذا تطلع الاي اس، تطلع الاي اس اللي تحقق هاي الحالة بالضبط. شنو هاي الحالة؟ انه راح تشتغل الفلنجة كلها، يعني لا اقل من عندها ولا اكبر من عندها. هذا حكي طبعا مقصود، راح اخلي الفلنجة كلها تشتغل. راح شو اسوي؟ راح اطلع الاي اس. لاحظ، الاي اس تساوي 0.85 اف برايم سب سي في البي اف في الاتش اف، يعني شغلت هذا كله قسمته على الاف واي طلع عندي الاي اس. الان السؤال قلنا هو شنو؟ السؤال هو ديزاين، يعني الام عندي، الام المطلوب اللي هو الام يو على الفاي، راح اجبره انا، راح اجبره يعني اطلع الدي بين هاي القوتين اللي تحقق لي هذا العزم. لاحظ، يعني انا راح اجبر السؤال يشتغل مستطيل وبهذه الابعاد بالضبط. فاذا راح اقول الام يو على الفاي اللي هو شنو العزم المعطى بالسؤال، ورا ما اكبره قلنا مرتين، مره افكتر اسوي ام يو اقسمه على 0.9 فراح يطلع العزم ام ان، اقول هو يساوي الاي اس اللي طبعا طلعته في الاف واي في الذراع، الذراع هو دي ناقصا اتش اف على 2، يعني انا جبرته يشتغل بهاي الكيفيه، فراح يطلع عندي، اقدر طبعا هاي الدي اطلعها انقلها للطرف الاخر، راح يساوي عندي الدي راح اللي هو المجهول الثاني، راح يساوي الام ان على اي اس في الاف واي زائدا اتش اف على 2، طلعت الدي. هنا أنا شنو اللي يقول اوكي، طبعا حل السؤال، حل طلعت الاي اس وطلعت الدي، لكن شنو حليته؟ شنو وانا فرضت عليه كيفيه معينه، انا فرضت طلعت الدي بحيث بالضبط يصير الوتني بلوك اللي هنا. طبعا وهذا مو شرط هو اللي يكون الخيار المناسب في الواقع، ولهذا السبب يعني في الواقع وكذلك الكتب شو تقول؟ تقول انت من توصل لهاي المرحله تباوع للدي. If value of D is acceptable، يعني اذا انت اقتنعت بهاي الدي اللي طلعت، يعني ما طلع عندك رقم كلش صغير ولا طلع عندك رقم كلش كبير، يعني اقتنعت بها، اذا اقتنعت بها تعتبر السؤال انتهى. مجرد انه توجد الاتش، فاما انا تقول دي زائد 65 اذا تخلي هاي الاس الاي اس ب 1 لاير، او تقول الاتش يساوي دي زائد 90 اذا هاي الاس احتاجها تسويها 2 لاير، وينتهي السؤال. لكن احنا بالواقع، يعني مو لغرض الامتحان وانما بالواقع، إذا شفنا هاي الدي مثلا ما عجبتنا، عندنا خيارين، أما شفناها صغيرة ونريد نكبرها، طبعا مجرد أن تكبر الدي، خلينا نشوف هذا الخيار أكبر أو أصغر، if we choose D greater، نعم، إذا ردنا ما عجبتنا هاي الدي وردنا إحنا، لأن إحنا جاي نصمم طبعا، فاختارينا دي أكبر من هاي، طبعا أنت إذا تختار دي أكبر من هاي، معناه شنو؟ معناه هذا الانتنسيتي بعد ما تحتاج تستغل الفلنجة كلها، راح شوية تقل. إذا قلت طبعا صار عندي ريكتانجولار سكشن، وأحله من جديد. طبعا ليش راح أحله من جديد وأحسب أي اس من جديد؟ لأنه الدي ما عجبتني، قررت أن أكبر الدي. إذا كبرت الدي راح تختلف المسألة، نكبر الدي راح يدخل الاي هنا الى الاسفل، وراح احل السؤال على انه ريكتانجولار سكشن. بالجهة المعاكسة، لا والله، اذا الدي طلعت عندي كلش كبيرة، يعني مو عملية بالواقع، هاي الدي مو عملية، ما اقدر احققها، شو اسوي؟ اوكي اقدر اصغر الدي، لكن انتبه انه اذا صغرت الدي راح شو يصير بالاجهاد؟ راح يعبر الاتش اف.
راح يعبر الأجب، وهاي المرة شو يصير؟ يصير ترو تي سكشن، وترجع تحل السؤال من جديد على أنه هو ترو تي سكشن. لاحظ؟ فإذا هذا الاحتمال الثالث تقريبا هو فد مسألة واقعية، ربما احنا بالامتحان وهذه ما راح نقدر نجبرك تسير بهذا الاتجاه، لانه انا مجرد اقيدك بالدي، اذا قيدتك بالدي معناها ايش راح يصير؟ راح يصير اصلا السؤال مو من هذا الصنف، يعني اذا عرفت الدي صار المجهول بس الاي اس، فرجع السؤال صار من هذا الصنف، الصنف الاول اللي هسه قبل شويه شرحناه كله. اذا قيدتك بالدي، اذا ما قيدتك بالدي ايش راح تسوي انت؟ راح تسوي، راح طبعا ممكن انه اجيب لك هيك سؤال، انا ممكن اجيب لك هيك سؤال، اريد اشوفك شنو راح تسوي، فراح تتبع هاي الخطوات بالضبط، لكن راح يكون الجواب كلش قصير. رأسا راح تفترض، تشوف انه الدي مجهول والاي اس مجهول، شو تسوي؟ راح تفترض انه بالضبط الاجهاد راح يغطي الفلنجه بالضبط، ورأسا راح اطلع لي، راح تعتبره ريكتانجولار سكشن، ورأسا راح تطلع لي الدي، وقبل شوي انت مطلع الاي اس، وينتهي السؤال. يعني ممكن اجيب لك فرع اريد اشوفك هاي المساله تعرفها او ما تعرفها. اوكي، اذا خلصنا هسه شرح التصميم المقاطع المستطيله، لان اخذنا به ثلاث احتمالات. الاحتمال الاول هذا كلش يعني اذا اصلا هو موتي، يعني اذا هاي المنطقه اصلا واقعه بالشد وهذا تصممه ريكتانجولار. نجي الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني بشقين. الشق الاول انه الاي اس فقط هي المجهوله، وقلنا هاي الخطوات قبل شويه حكيناها كلها شلون تصمم. يبقى الشق الثالث قلنا اذا لا حتى الدي مجهوله والاي اس مجهوله، فتخطو هاي الخطوات الاربعه او الخمسه وتحل السؤال. الان اذا ناخذ مثال على هذا الموضوع، يقول فلور سيستم، فلور هذا فلور كامل، سيستم شون ان ذا فيجر اللي هو هذا، كونسيست اوف 75 ملم سلاب، يعني هذا السلاب السمك ماله 75 ملم، سبورتد باي 4 متر كلير سبان بيمز، يعني هاي البيمز الكلير سبان مالتها بهذا الاتجاه الثالث البعيد عن الشاشه ايش قد؟ 4 متر. Spaced بينما طبعا متباعدة فيما بينتها، Spaced at 3 متر on center، يعني بين واحد وواحد، هسه صار عندنا موجودة مجموعة من البيمز بين واحد وواحد 3 متر، بينما عمق البيم بالاتجاه البعيد عن الشاشة ايش قد؟ 4 متر. هذاك العمق يا عمق، العمق الكلير اللي هو العمق الصافي، بينما هنا center to center 3 مترات. اوكي، on center. The beams have a web width BW 300 هذه and an effective depth 470. طبعا هو منطين الدي 470، طبعا هو من ينطين الدي معناها انا بعد ما اهتم تطلع طبقه واحده لو طبقتين. اوكي، هو منطين الدي، ما محددني بالاج. Calculate the necessary reinforcement، يعني هسه انا اريد الحديد، معناها اريد الاي اس، for a typical interior beam، يعني typical يعني نموذجي هذا او هذا، المهم هو interior يعني داخلي، يعني مو صاير على الفرق. if the factor applied moment، طبعا منطيني العزم النهائي الكامل، ما منطيني اياه dead ولايف وكذا، وانما منطيني اياه factor ومنطيني اياه كله العزم الكلي، منطيني العزم الكلي اللي هو 720 كيلو نيوتن متر. استخدم الاف برايم سبسي 21 والاف واي 420. طبعا شوف هذا النوع من الاسئله، انه انا اقرر البي اف، وهذا راح يوديني وين؟ على محددات الكود. طبعا وجهتش عن تي سكشن، فاخذ الجزء الاول من معادلاتنا اللي هو 2 8 اف او 2 اس دبليو، طبعا هاي انا مره اسميها اس دبليو مره اسميها اس ان، هي بالحقيقة احنا اتفقنا عليها اس ان على 2، والال ان اللي هو الاتجاه ذاك على 8، طبعا مضروبة في 2 لانه اوفر هانج بنا واوفر هانج بنا، وهذا كله ينجمع ويا البي دبليو. فاذا اعيد معادلاتي، هذه البي دبليو 300 بالسؤال زائد 2 في 8، اتش اف هو 75،
هذا الخيار يعطيني 1500 ملم، يعني الفلنجة تكون 1500 ملم وفقا لهذا الشرط. الشرط الثاني هذا طبعا أنا هم مغير شوية بالتسلسل. الشرط الثاني العرض هذا اللي هو الاس ان، لاحظ الصافي، بينما هو ايش منطيني؟ منطيني سنتر تو سنتر. فبما انه هذا عرضه 300 وهذا عرضه 300، اذا لازم اطرح 300 من نص ومن نص، فاذا صار 2700. 2700 على 2 في 2 زائد 300 طلع عندي 3000. لاحظ طلع عندي 3000 عرض الفلنج. الخيار الثالث اللي هو يعتمد عليه من يعتمد على ال ln. ال ln ايش قد مطيها بالسؤال؟ 4 4 على 8 4000 على 8 في 2 زائد 300 طلع عندي 1300. اباوع يا هو الرقم الاصغر، يا هو الرقم الاصغر 1300. اذا اقول ال vf مالتي 1300. اذا من هاي المحددات طلعت ال vf 1300. بعد عندي ال d 470، ولا انسى ايضا عندي العزم المعطى بالسؤال 720. اخذ هاي المعلومات الثلاثه واحل بها السؤال بالضبط بالخطوات اللي اشتغلنا عليها بالضبط. شلون؟ خليني اتذكر بالله بدون ما ننتقل للسلايد الاخرى شنو الخطوات. عندي عزم وعندي ابعاد ومطلوب عندي فقط اي اس. طبعا اول خطوه حتى تشبه شغله الاناليسيس انه اشوف هل هو فعلا تي سكشن لو لا. اوكي، فاذا طبعا العزم اللي منطيني اياه بالسؤال حتى لا انسى 720 هو الالتيميت، اقسمه على 0.9 راح يطلع عندي 800. فشغلي كله راح يكون على 800. هسه 800 مسلطه عندي طلع لي الاي اس. مثل ما قلت اريد اشيك اول مره، بس اشيك راح اعتبر الاي يساوي اتش اف. تذكرون من ساعه الخيار انه اعتبر الاي قلنا يساوي اتش اف، بس ذاك كان له هدف اخر. هنا الاي اسويه يساوي اتش اف، الهدف ماله اريد اشوف انه هل هو ريكتانجولر لو ترو تي سكشن. شلون؟ الام ان اف راح اعتبر اشغل الفلنجه كلها اللي هي برايم سبسي في البي اف كلها في الاتش اف كلها، دي ناقص الاتش اف على 2 راح يطلع عندي عزم. لاحظ هاي 21، هاي البي اف 1300 اللي قبل شوي طلعتها، الاتش اف 75 470 طلع عندي 752. بينما المطلوب بالسؤال ايش قد؟ 800. مو اروح اقارن ويا 720، لا شغلي كله ام ان، فاقارنه ويا من؟ ويا ال 800. فطلع عندي اصغر، طلع عندي اصغر، يعني لو شغلت الفلنجه كلها ما راح تكفي تحقق لي العزم. معناها لازم شويه من الاجهاد وين ينزل؟ ينزل على الويب. اذا نزل شويه من الاجهاد على الويب معناه صار عندي شنو؟ ترو تي سكشن. الان انسى هاي المعلومات بعد، ابدي اشتغل من جديد. شنو اشتغل من جديد؟ قلنا اروح على الاوفرهانج. الاوفرهانج العزم ماله قلنا ما بي اي مشاكل، كل لحظه انا اقدر احسبه، يعني كلش واضح. 0.85 اف برايم سب سي في الاتش اف في بي اف ناقص بي دبليو في دي ناقص اتش اف على 2، هذا الذراع دي ناقص اتش اف. طلع عندي الاوفر هانج، عوضت الارقام طلع 579. هذا بس مساهمه الاوفر هانج 579. العزم المسلط المطلوب 800. معناه ايش قد احتاج بعد حتى اوفره عن طريق المستطيل؟ احتاج انه الام ان تساوي ال 800 ناقص ال 579. احتاج قد؟ احتاج بالمستطيل اوفر 221 كيلو نيوتن متر. وبما انه انا بعدني هنا خلي احسب بدربي شنو؟ الاي اس. يعني لا صحيح طلعت الام ان او بي اللي هو الام ان اوفر هانج، طلعتها حتى لين راح تفيدني بالحل على مود انتقل للمستطيل، لكن في نفس المرحله خلي اوجد الحديد اللي يوفر لي هذا العزم، او الحديد اللي يكون مكافئ للاوفر هانج. طبعا هاي مثل ما قلنا اكثر من مره عن طريق التوازن 0.85 اف برايم سب سي الاتش اف في العرض اللي هو 1300 بي اف ناقص 300 اللي هي الويب تقسيم 420 راح يطلع عندي هاي الاي اس. طبعا هو بالسؤال شو يريد مني؟ لانه تصميم يريد مني الاي اس الكليه، فطلعت الجزء الاول.
الجزء الثاني اللي هو المستطيل، ايش قد العزم اللي يجب ان يساهم به؟ قلنا شنو؟ قلنا الثمانية كلها ناقصا المساهمة مال الاوفرهانج، اذا احتاج بعد اوفر 221 كيلو نيوتن عن طريق المستطيل. معناها هسه صار عندي سؤال جديد، مستطيل العرض ماله 300 والعمق ماله 470 دي، وعندي عزم اريد من عندي مساحة. وانا قلت انه بهيجي موضوع بالديزاين مال المستطيل المنفرد التسليح اروح على الرو، اروح على الرو، على قانون الرو. اذا اريد اروح على قانون الرو اللي واحد ناقص افتح جذر انه بواحد ناقص، تذكرون هذا القانون، هذا القانون بي ار ان، فاذا لازم اخذ هاي الام ان اللي هي 221 اقسمها على البي دي سكوير حتى اطلع الار ان 1. لاحظ اذا الام ان 1 اقسمه على البي دبليو دي سكوير يطلع عندي الار ان 1 3.335. الان صرت جاهز حتى اروح وين؟ حتى اروح طبعا الام وين حسبتها انا؟ ها الام هنا، اوكي؟ اروح لهذا القانون مالتي مال الرو. هذا يحتاج مو بس الار ان، يحتاج الام، هاي الام، اوكي؟ اذا هسه اشتغل وراسا اطلع الحديد. راسا لان عندي ار ان وعندي ام ودخله في هذا القانون مال السنجل رينفورس ريكتانجولار سكشن يطلع عندي الرو. طبعا انا بهاي المرحله من طلعت الرو من هسه راح اشيك هل هو تنشن كنترول ولا لا، يعني تذكرون قلنا التنشن كنترول يعتمد على الجزء الثاني، الاوفر هانج بعد ما له علاقه، فالجزء الثاني بيرو خلي اشيكه ويا من؟ ويا الرو ماكس. الرو ماكس 3 على 8 دي تو على ام دي تي على الدي 3 على 8.85، وهنا عندي 23 واعتبرت هنا طبقه واحده، طلع عندي الرو ماكس 0.0135، بينما انا الرو اللي هسه احتاجيته من الحسابات 0.008، اذا الماكسيموم اكبر من هاي، اذا انا اوكي تنشن كنترول. اوكي الان الرو عندي معناها الاي اس عندي، ترى الرو والاي اس هي يعني وجهان لعمله واحده، هاي هذا كميه حديد وذي كم كميه حديد، اذا الرو 1 اضربها في البي دبليو في الدي راح تطلع عندي الاي اس 1. زين انا الاي اس الاوفر هانج طلعتها، طبعا هذا هنا غلط، اي اس اوفر هانج، اوفر هانج طلعتها، والاي اس 1 هسه طلعتها، فاجمعهن خلي اشوف والله وين الاي اس 1 هسه، هاي امامي مو الاي اس 1 هاي امامي 1249، الاي اس مال اوفر هانج، الاي اس مال اوفر هانج 3187، اوكي 3187 اجمعهن طلع عندي 4436.76 مليمتر سكوير. هاي الاي اس اللي هي اصلا مطلوبه بالسؤال، وهنا انا شيك التنشن كنترول شنو بقى عندي؟ هاي انتهى السؤال، بقى عندي بالحقيقه افصل الحديد لان انا جاي اسوي ديزاين لازم افصل الحديد. فاذا 4436 شلون راح اجهزها؟ طبعا انا باي ذا واي بما انه وصلنا لهاي النقطه خلي نشيك الاي اس مينيموم. طبعا الاي اس مينيموم 1.4 على اف واي، ليش؟ لانه عندي الاف برايم سب سي اصغر من 31، فهاي القانون هو اللي اشتغل. اوكي فالبي دبليو هذا اصلا من اصل القانون، تذكرون احنا هذا القانون اخذناه واحنا بالمقاطع المستطيله، وقلت لكم هاي البي دبليو بعدين راح تعرفون شنو هي، اللي هي بالتي سكشن يسمونها بي دبليو، بينما بالمستطيل يسمونها بي. المهم هذا الاي اس مينيموم، الاي اس مينيموم اوكي 300 و470، شوف طلع كلش قليل، طلع كلش قليل الاي اس مينيموم، بينما انا جيت مجهز 4000 هو طلع لي 400، فاذا اصغر بكثير من اللي انا مجهزه، اذا انا اوكي محقق. وهنا بالمناسبه احيانا انا في هذه المحاضرات ربما ما اشيك الاي اس مينيموم، لكن اريد اقول لكم انه بالحقيقه انتم لازم دائما تشيكون الاي اس مينيموم. انا احيانا ربما بسبب السرعه وبسبب لأسباب أخرى ربما ما أكمل تشيك الـ AS minimum، لكن هذا مطلوب من ضمن الحل ومن ضمن متطلبات الكود أثناء الحل تشيك الـ AS minimum. خلينا نرجع لموضوع التفصيل مال الحديد. تفصيل مال الحديد 4436، أنا جربت أبو 25 تقريبا ما اشتغل عندي، رحت على أبو 32 لقيت أنه 6 فايب 32 يعني معناها 2 layers،
وراح تنطيني فد مساحة 4824 اللي هي أكبر من اللي أنا أريدها، أكبر من، طبعا أنا دائما أحط أكبر بقليل من اللي حاسبها، لكن لاحظوا هنا أنا جاي أشوفها مو أكبر، مو بقليل، أكبر شوية، أكبر يعني بكمية يعني محسوسة، يعني هو طالب مني، الحسابات طالبة مني 4400 وأنا مطلع أنا يعني من فصلة الحديد سويت 4800، فطبعا هنا أنا راح يدق عندي ناقوس الخطر إنه من كبرت الحديد احتمال أطلع من تنشن كنترول، يعني أنا ما أقدر هيجي أطلع الياس وأقول هاي ينتهي السؤال، فايش راح أسوي؟ راح ارجع اشيك تنشن كنترول من جديد، لان طبعا انجبرت على فد رقم، يعني انا حاولت هنا أنا بالتفصيل مال الحديد اكون قريب لكن ما قدرت، يعني يعني هذه 6 5 32 طلع اكبر من ال 4436، فزاد عندي الحديد، فمن زاد عندي الحديد احتمال يعني يصير مو اندر رينفورست، يصير اوفر رينفورست، يعني يبتعد عن التنشن كنترول، فراح يسوي راح اشيك التنشن كنترول مره ثانيه، شلون اشيكها مره ثانيه؟ اخذ المساحه الحقيقيه هالمره البروفايدد، البروفايدد هاي اطرح من عندها مال الاوفر هانج، لان الاوفر هانج شيء ثابت، يعني الاي اس اللي طلعناها بالاوفر هانج وينها الاي اس مال الاوفر هانج، هذه ما راح تتغير، يعني سواء فصلت الحديد او الحديد اللي حسبته، المهم اقدر اطرح من عندها، فاذا اطرح يعني راح تكون الاي اس الاضافيه مال المستطيل البروفايدد تساوي الاي اس الحقيقيه ناقص الاي اس المطلوبه بالاوفر هانج، طلع عندي 1636 هاي للمستطيل، ف بينما طبعا بينما انا قبل شويه ايش قد كان مطلوب مني، ايش قد كان مطلوب مني 1200، بينما انا جهزت، لاحظ جهزت بروفايدد جهزت 1600، فلازم اشيك التنشن كنترول من جديد، شلون اشيكها من جديد؟ اوكي هاي ال 1600 قسمها على البي دبليو في الدي راح تطلع عندي رو، هالمره رو جديده، رو حقيقيه واقعيه جهزتها فعلا. ايش قد طلعت؟ بوينت 0116، لحسن الحظ طلعت شبيهه اصغر من الرو ماكس، طبعا الرو ماكس ما احسبها بعد مره ثانيه، انا حاسبها وين الرو ماكس؟ اوكي بوينت 0.135 انا طلعت عندي بوينت 0.11 هاي الحقيقيه البروفايدد لا زالت اصغر من الروماكس، اذا انا اوكي تنشن كنترول، فاذا شيكت كل شيء ما عندي بقى اي شيء، الشغله الوحيده اللي بقت انه تباعد هذه اسياخ الحديد، التباعد مالها السبيسنج هل يحقق متطلبات الكود؟ خلي احسب، طبعا مثل ما تعلمنا ال 300 هاي ناقص 100 يعني 40 ب 40 ب 10 الاستيراب 10 استيراب اطرح منها 100 يصير 200، 200 طلعت المسافه بين هذه القضبان الطرفيه منها وهذه الطرفيه منها، اطرح منها بعد 3 في 32 لان هو 5 و 32، بقى عندي بس الفراغات، بقى عندي بس الفراغات، فاقسمها على 2 لان عندي فراغين طلع عندي 52، هذا ال 52 انا اشوفه طبعا كافي اللي هو بالحقيقة أكبر منين هنا يا راح يشتغل عندي الشرط مو ال 25 الإنج ولا ال 4×3 مال الماكسيموم أجريجيت سايز، لا الشرط الثالث، الشرط الثالث شنو هو؟ الدي بي، يعني يجب أن يكون السبيسنج أكبر حتى من قطر القضبان، فإذا 52 أكبر من 32، إذا أوكي إذا التصميم اكتمل، طبعا إذا التصميم اكتمل مطلوب منك شو تسوي؟ ترسم لي المقطع وترسم الحديد التسليح وتكتب عليه 6 باي وال 32 وتسوي طبقتين، وايضا ترسم لي الاستيرابز وتدخل الاستيرابز وين؟ تدخلها بالسلاب، لانه قلنا دائما الاستيرابز تدخل بالنسبه للتي سكشن تدخل بالسلاب حتى يشتغل قطعه واحده، وهذه الابعاد تخليها، وهنا نكون قد انهينا حل هذا السؤال وايضا انهينا المحاضره، وشكرا جزيلا وأتمنى لكم التوفيق ومع السلامة.